الحاجة أم الاختراع. ربما هذا المثل ينطبق بشكل أو بآخر على حرفيو صناعة الخزف في مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، حيث أعادوا اختراع أعمالهم وأعطوا شكلاً جديداً وتصميمات مبتكرة لمنتجاتهم من أجل زيادة المبيعات. إحنا استطعنا أن نطور هذه الشغلة ودخلنا رسمات جديدة، واستطاع يعني كان شغلنا مربوط بس في الأجانب، بس للأجانب. حالياً الإنسان المواطن العربي الفلسطيني بتلاقيه لما يشوف هذه الرسمات بتعجبه. لم يستسلموا لخيار إغلاق ورشهم واندثار مهنتهم، فعملوا على توسيع مجال مبيعاتهم بطرح قطع صغيرة من الخزف كهدايا في محلات بيع التذكارات بالمنطقة، خاصة بعد أن كان في هذه المدينة 27 مصنعاً أو ورشة للخزف ولم يعد بها حالياً سوى 12 فقط. في اختلاف ويعني قفزة نوعية فيما يتعلق بالشكل والتصاميم والنماذج والألوان، يعني واضح أنه في أشكال كتير جديدة، ألوان جديدة، نماذج جديدة. يعني مثل ما حكيت لك في عنا يعني ناس يعني فعلاً خبراء، يعني يقال عنهم فعلاً أنهم خبراء في التصميم والابتكار والإبداع فيما يتعلق بالخزف الفلسطيني اللي له علاقة بالتراث الفلسطيني. يعنى الكثير من السياح وحتى الفلسطينيين باقتناء قطع الخزف لتميزها ومع الابتكارات الجديدة لتجاوز الظروف العامة لازدهار هذه المهنة، استطاع حرفيوها إيجاد أشكال جديدة لزيادة المنتج والحفاظ على هذه المهنة من الاندثار.